أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله أمي ألا فو كالا والملوم مسامين كاني تندوي كاني ألا في أكا نيماني كشي كان كتير محمد كان صلى الله عليه وسلم أنا سمو أنا جنيو أني مغمغكو اللابطو أني مغمغبنو اللابطو فكتاسي الكم على من فرلا أمغوكا. الحمد لله بي ولد تجويد كنا لا بوندا ولون لنا فصل ني فرانفاسياي ني بونداي في أحكام الإدغام إدغام كتيولا nunu sakina la anga idgamu mafo mimu sakina refana la anga idgamu mafo nga nunu sakina kabuna la ka nunu idgamu huruful idgam la mimu sakina la ka mimu idgamu anyona mimu la ga ya kuma bina lawasa ka teme nunu sakina taka ani mimu sakina taka. Donc as-su'alu ningali ma huwa al-idghamu muira li idghamu ye idghamu koroko di nunu sakina la anga kala ko al-idghamu lughatan idkhalu shay'in fi shay'in ka fendo du fendo kono dan u fam na ka ban idghamu ko idkhal istilahan anga akala ya fe ya amma ko be idghamu qoromin na ya ako huwa aljawab wajabi huwa idghamu ibaratun jatiminan li an khaltil harfaini harfu flaka nyamina okoso anga kala ya fika tebe ngo ibaratun ubitu ku fara taarifu damne kame hakikatan am kutala okoso anga ustaz sawadu tu kala bafu ko ni be kuma jani ko anga nabla donc shankle bafu الإدغام هو خلط الحرفين إدغام يك حرف فلا نغامي نغامي نكرو كو كادو نونا وكوسا كو إدخال أحدهما في الآخر كا ودوكلين دو توكلينا نعم دونك ني إدغام كا تعرف لي جون ماني جينيرال يعني كي تعرفو ميمبي الله وصل النبي تشامانتا دونك السؤال ني نغالي إلى كم قسم ينقسمو إدغام بتلانغ تاتلانيرو جولي الجواب وجابلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام أبتلانغ تاتلانيرو سبا لغة مغدو كان أين فوقو ينقسم ثلاثة أقسام غما دا ماني كرمغدو فرانسورا لون كباو مين بي إلا فو ما في مشكلة باشيتي دونك ينقسم أبتلان إلى ثلاثة أقسام تاتلانيرو سبا تلانيرو كلمي وليكو متماثلين إدغام متماثلين نيونان فلاوكا إدغامو نيونا فلا وودو نيونا ومتقاربين يعني ادغام متقارب متقاربين سرنا فين فلا فين فلا كسر نيونا وتكلين وتنيونا وين كسر نيونا وودو نيونا ومتجانسين شيا فلا ولما فين فلا من نيونا سر شيا لا وكا دو نيونا ولا إدغام متماثلين متقاربين متجانسين نمشي تكلين متماثلين ويري كلين نفين كلين يري لجاتي كودو نونا متقاربين وقاسو نونا ويشا كلين وقاسو نونا أمنا تلانا بي ولا ولا متجانسين أبيبنا ولا ولا كوفي دونك السؤال ويني نغالي ما هو إدغام المتماثلين تجوي كلام غو بي جمالي وليكو إدغام متماثلين نونا فلوكا إدغام كادو نونا الجواب أجابي هو إذا متمثلا تدوري أن يتفق الحرفان حرف فلكا كنيونا حرف فلكا بنيونا صفة مقتولة ومخرجة أن بويرولا أبوير كلي أفتوى كلي دون حرف كلي غير نساء شين كلي. السؤال من غالي ما حكم إدغام المتمثلين نيونا فلا حرف من فلاي نيونا يو بيكلي ني وقد نيونا كيتي جميلي بالا حكمه ودونا كتي الإدغام ودونا وجوبا جاغويا بلوما إتسيكا أبونونا نيكو أبونونا باش بكالا نهو إنافو إدرب بعصاك إدرب
اضرب كبا اني بيكا با يبو دوني ياك اضرب بعصاك وكوسون امي فين دو فوين تما دو لا مال ما دو بفليرونا وبيفق قل قلك كك اضرب بعصاك نونو قل قلتك ولا اضرب بعصاك كوسون انا حفص كورونا لو بنا الشداب لا بنا اضرب بعصاك اني بل لا يخافون بل لا بل لا دونك يلا من دولا من جاغو يقول ما يتشافو بل كافو لا ولا يبنا ساكتا لك يونا يما كوني نو ما تبي وقد دخلوا يتفو وقد دخلوا بل ما دوبي فليكو كي يكان داندو دانا دونك قلقلة سرتي توني وقد دخلوا وشي دابلا دالونكا وقد دخلوا اني اذ ذهب وذنوني اذ ذهب مغاد فقط مغادرا فظن وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك انو اونيونو اما سؤال من غري ما هو ادغام المتقاربين سرنا فين فلا حرف فلا من كاسو نونا وكاد دونونا ويا جمعي الجواب وجبي هو ما الذي فين تقارب مخرجا من سرنا بويرولا وصفة أني ما كنت لدون كده تمام أسونيانا لي وكم خرجوا كسونيونا وبويرو كسونيونا وفتوا كسونيونا نا كده تمام السؤال من غالي ما مثال ذلك أو مثال جملي الجواب جابي مثال الثاء عند الذل ثاء نذل وبويرو كسونيونا بس وبيبو نينكنيو نيوتشي ذا ثاء اني فانا او فوتو اكا سونيونا مي اونتا بي فينكلين تي مادام ان فينكلين كاب كاب انت سافو موتا ماسلين ما فولي متقاربين ولا سيزا يا فو يلحث ذلك ما فلي بصوت انا عامل كما مثل الكلب ان تحمل يلحث او تترك يلحث ذلك يلحث ذلك دونك يرون نبي ثاني ذن دونيونا يلحث ذلك ومثال الباء عند الميم باء ان الميم ويكرنا كنا يروكلي دونك سورة ال من انا سورة القران بي فورعد ما في بي هود ولا سورة هود نو كاكيسالا تري بيان اوفو يا بني اركم معنا امبل ما تشم بي في لينيرنا يا افو يا بني اركب معنا دو بافو يا بني اركب معنا دو يربي قلقا يا بني اركب معنا لا 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 ايبي ادغام يا بني اركم بابي ماكي ماي باسكي ايبي باندو مالا ابي ماكي ماي يا بور ايبي غونا مترفا يا بني يركم معنا ومثال القاف عند الكاف كافني قاف كاف الدنيا ألم نخلقكم ألم نخلقكم كان قال قال كده ألم نخلقكم ألم نخلقكم السؤال من غالي ما هو إدغام المتجانسين شيا فنفلا وكا دنيا ويا جمعي الجواب أجابي هو ما لفين اتحد مخرجا وبورو كلا كلين واختلف صفة غفوت وهي ريليتي كلين وبورو كلا كلين دونك وبي شيا كلين مي فين كلين تاي ابيسا كي شيا كلين ماتي مو كلين كارسا بي محمد بي ابراهيم بي مو كلين تاي مي وي شيا كلين نعم السؤال من غالي ما مثال ذلك او مثال اجمعي الجواب جابي مثال الطا عند التا طا ان التا ومثال يا وبيبي بو يروكلنا طرف اللسان ني نونكون نا فينكلين تي سافو تو تكرين هنا فو لا ام بسطت لا ام بسطت لا ام اما كوبي بسطت تا اني تو اني تا فلا اذا غاملا باسكي متجانسين لا ام بسطت ايتي قلقلك ايتاك بسطت ومثال
التا ان ده الطا، تا عرفنا كدو طولا، اي مثال فلو لا طولي دونا تالا يعني تالي دونا طولا. وقالت طو وقالت طائفة، مكوش مشي ده بلاتونا حفص القرآن لا. ومثال التاء تاو كمثال يعني ان ده الدالي دالا كتادو دالا اثقلت دعوى الله، اثقلت دعوى الله في الدنيا لي. ومثال اللام عند الراء لم دني راولا نفقر ربي، قر ربي قر ربي تفقل ربي بلام دو رالا قر ربي. ومثال ذلك ومثال ذلك ذلك مثال عند الظا ظاولا إذ إذ ظلموا إذ ظلموا ذلك بدو ظلم إذ ظلموا إذ ظلموا بيان. أنا نجينا فين دكتور بيبي كتابو دامنا كتابو تيكو أبي قيدا ميم فلان يني أبي كتي ميم فلان يني كابي حفسوكا كراما ني كرا ورلا ني كتي دو نتانيو فون وي مسألة وراي أبي حفسوكا كتي ليلا أنا نجينا رونكو لأن نكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق. إدام يرى مثال دو بي سورة الكافرون أكون الله وهم بالما دو يرى بي تي إدغام كي ويكال قلق ولا أنا عابد ما عبدتم عبدتم دان مدو تانا نيباي وبا مغو بي أكي عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم لا نيكا قلق لا أمان إبه دالون إدغامو تاون كنو ولا أنا عابد ما عبدتم وبالله التوفيق.